أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونتابع لكن الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا من اليوتيوب، واخترنا لكم مشاهدينا هذا الفيديو نتابع. Hold on, let me see your hands, wait. Okay. Ready? We're good. Just hold it, stop it then. Okay. Ready, peekaboo? Ready? Peekaboo! Peekaboo! Where's Daddy? Peekaboo! Come here, sweetie. Oh, come here. Oh. It's okay. It's okay. Where's Daddy? Hi. طبعا مشاهدينا، هذا من الفيديوهات اللي فعلا كان لها حضور مميز في اليوتيوب، ان الطفله ما عرفت وجه والدها بعد ما حلق يعني. لكن عموما الملفت ايضا مشاهدينا ان كيف كان يخوفها وكبوه، ما كان يخوفها باي طريقه ثانيه يعني، حتى كانت لطيفه جدا. عموما مشاهدينا طبعا انتهينا من يوتيوب، ننتقل الان الى فقره سوالف فنيه، واللي نتعرف من خلالها على ابرز الاخبار الفنيه لليوم والتفاصيل في التقرير التالي. أهلا بكم في فقرة سوالف فنية لهذا اليوم، والتي نبدأها مع الفنان عمرو دياب الذي سيحيي حفلا غنائيا في بورتو كايرو مول بمصر، احتفالا بصدور ألبومه الغنائي الجديد بعنوان شفت الأيام من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك يوم الأربعاء الواقع في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. يا ما أتمني يا حبيبي حياتي معاك. وكان عمرو دياب قد أصدر ألبومه شفت الأيام الأسبوع الماضي، وضم 11 أغنية متنوعة تعامل فيها مع عدد من الشعراء والملحنين في مصر، نذكر منهم عادل حقي، أسامة الهندي، وشادي حسن. يبدو أن إحدى شركات الإنتاج تتجه إلى التحضير لعمل درامي ضخم يتألف من 60 حلقة يتناول السيرة الذاتية لسلطان الطرب جورج وسوف، حيث كشف الممثل السوري عبد المنعم العمايري أن الفنان جورج وسوف اتصل به وأسند إليه مهمة تجسيد سيرة حياته في مسلسل يتألف من 60 حلقة يجري الإعداد له حاليا دون ذكر أي تفاصيل أخرى. فهل سنشهد في رمضان عام 2015 ولادة عمل درامي يتناول قصة حياة فنان مليئة بال الأحداث؟ يحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي اه يا بختك اه يا بختك، ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك. من ناحية أخرى، أكد الفنان عبد المنعم العمايري أنه دخل التمثيل لتقديم مشروع معين ولا يعنيه موضوع البطولة المطلقة ولا النجومية، بقدر ما تهمه التفاصيل في الدور الذي يؤديه. إذا مشاهدينا تمناتنا طبعا لهم بالتوفيق. والآن مشاهدينا إلى السؤال اللي يهم الكل، مين ما يحاول يحارب الشيخوخة ويحافظ على نضارة وعلى جمال وعلى شباب مستمر؟ لكن مشاهدينا دائما الوقاية خير من العلاج، تحديدا إذا هذه الوقاية كانت من خلال الأطعمة. في التقرير التالي نتعرف على 10 أطعمة إذا ابتعدنا عنها من حرب الشيخوخة، نتابع مشاهدينا. للحفاظ على مظهر يافع، إليك 10 أنواع من الأطعمة يجب عليك تناولها باعتدال.
يمكن لتناول الحلويات والسكريات بكثرة أن يطلق عملية تدعى غليكيشن، فتندمج جزيئات السكر الفائضة مع البروتين ما يسمى غليكيشن أند أدفانسد برودكتس، والذي يشار إليه بإيجز، وبالتالي يمكن للإيجز أن يتلف الكولاجين الموجود في البشرة. كما ويمكن للحوم المتفحمة أن تحتوي على الهيدروكربونات الموالية للالتهابات، والتي قد تسبب مشكلة، إذ أن الالتهابات تكسر الكولاجين الموجود في بشرتك. اللحوم المصنعة كالسجق، نقانق واللحم المقضد تحتوي على الكبريتات ومواد حافظة أخرى، ما يحفز الالتهابات في البشرة ويسرع ظهور الشيخوخة. كما أن هذه المأكولات غنية بالأملاح التي تحبس الماء في جسمك وتجعلك تبدين منتفخة. الأطعمة الحارة تؤثر على البشرة، فتناول الحار بشكل دائم قد يسبب ظهور عروق العنكبوت والانتفاخ أو الاحمرار الدائم. الشاي الأسود يحتوي على كمية عالية من حمض التانتاليك، يتعرض من يشربه أيضاً إلى البقع، كما وتسبب الدهون المتحولة الالتهابات السيئة أيضاً للكولاجين. إضافة إلى ذلك، فإن الدهون غير الصحية قد تجعلك أكثر عرضة للأضرار التي تسببها الأشعة ما فوق البنفسجية، والتي يعتبر السبب رقم واحد للشيخوخة. إن احتواء القهوة على الكافيين ليست السبب الوحيد الذي يجعلها مسببة للشيخوخة، فهي أيضاً سيئة على الأسنان. ويمكن أيضاً لمشروبات الطاقة أن تعطيك شعوراً بالنشاط والحيوية، لكن أثرها أيضاً على الأسنان بعكس ذلك تماماً. كما ويجب عليك الابتعاد عن الليمونادة، حيث تقوم جميع الحمضيات بإضعاف من الأسنان، إضافة إلى كمية السكر الموجودة في الليمونادة، مما يجعل الجير يتراكم ويصنع بقعاً وتسوساً. حيرونا مشاهدينا، يعني حالياً منتشر فعلاً شرب الليمون مع السوائل لتخفيف الوزن أو حتى الفواكه المختلفة، لكن بشكل عام كل شيء مشاهدينا مهم، أعتقد نقدر يعني نعيش من غير كافيين، لكن يكون بنسب معينة أو قليلة. دائماً الاعتدال مفيد مشاهدينا، ومستمرين لكن أكيد بعد الفاصل. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، فرص جديدة لعمل الشباب تقضي على البطالة.